عزيز، أنا والماما رح نحكي عن كيف فينا نساعدك تتحسن بالمدرسة وما تعمل كتير مشاكل بالبيت ومع الأساتذة. نحن بنعرف إنه أنت ما بتعمل مشاكل عن قصد، صح؟ من يلي لاحظته اليوم والتصرفات اللي عم تحكينا عنها، مثل قلة التركيز، النشاط الزايد، النسيان، الحكي لما ما لازم، كل هالعوارض ممكن تكون مرتبطة بحالة اسمها قصور الانتباه والحركة المفرطة. الاسم طويل بس معناته انه في وضع صحي بيأثر على قدرته على الجمود والحفاظ على التركيز. الوضع فيه يكون متعب بس مع المساعدة ممكن تتحسن الأمور كتير. الوضع صعب لإله مثل ما هو صعب للناس اللي حوله، يعني هو ما بيتصرف بهالطريقة عن قصد ولا لأنه بده يكون عاطل. عزيز، يبدو أنه عندك نشاط أكثر من أكثرية أولاد اللي بعمرك. عندك نشاط لدرجة أنه صعب عليك تركز بالمدرسة وتسمع كلمة أهلك أو الأساتذة. مش مشكلة عزيز، ببساطة يعني لازم نشتغل كلنا سوا، أنت والماما والبابا والأساتذة وأنا، لنتأكد أنه فيك تتعلم وتتسلى بلا كتير مشاكل. حاسة حالي تحت، أنه كنت عتلاني هم أنه ما في سبب لحتى عم يتصرف عزيز هيك، والآن كتير أنه ما فينا نعمل شيء لحتى نساعده. أنا بعرف أنه هو كتير بحب يتصرف منيح. شو العلاج للأطفال اللي عندهم هاي المشكلة؟ Psicoeducación. ¿Cuáles son los mensajes claves que debe darle a la madre de Andrés basándose en la presentación del caso de Andrés? Explique que el niño tiene una condición de salud que causa excesiva actividad y afecta su habilidad para prestar atención. Enfatizar las buenas cualidades del niño a la vez que se identifican sus debilidades. Tranquilice al niño y a sus padres que usted puede ayudarles a mejorar su conducta y a aprender, pero va a requerir compromiso y motivación por parte de ellos. El castigo no es efectivo y puede empeorar la conducta. Acepte y atienda al niño que presenta un trastorno del desarrollo. Sea consistente con respecto a lo que debe o no permitirle al niño. Elogie o premie al niño después de observar que ha mostrado buena conducta. Comience el cambio de conducta enfocándose en algunas conductas que piensa que el niño es capaz de hacer. Dé instrucciones claras, sencillas y cortas que pongan énfasis en lo que el niño debe hacer en lugar de en lo que no debe hacer. Nunca abuse al niño. Castigue con moderación y con poca frecuencia en comparación con el elogio. Como reemplazo del castigo, utilice la técnica del tiempo fuera de reforzamiento, o time out, después de que el niño muestra una conducta inadecuada. Aplace las discusiones con el niño hasta que usted esté calmado. El asesoramiento a las familias se puede dar en varias sesiones y repetidamente. في كتير وسائل فينا نساعده بالبيت وبالمدرسة. الوضع فيه يكون محبط بس مثل ما قلت العقاب نادرا ما بيساعد. المزبوط بحالة عزيز ممكن يخلي تصرفاته أسوأ. خلينا نحكي عن بعض الأشياء اللي ممكن تفيد أكتر. أوكي، نحن مستعدين نجرب كل شيء. رح ركز على شغلتين ذكرتيهم كذا مرة اليوم. ذكرت أنه بتوبخيه لما ما يسمع الكلمة، وأنه عنده صعوبة يكمل مهمات مثل دروسه المدرسية. للمزبوط الأولاد بيتجاوبوا أكتر مع المكافآت عن العقابات، فالهدف هو انه نكافيه على شغله عملها منيح. في شيء بحبه عزيز؟ اكيد بحب الانتباه، بحب لما امدحه، لما اقول له انه اشتغل منيح. تمام، لكن لما تشوفيه عم يعمل شيء منيح، مثلا عم يعمل شغله اللي طلبتيها منه، تاكدي انه تمدحيه وتعطيه انتباه دغري، وبس تعطيه تعليمات خليها تكون مختصره. يعني بدل ما تقولي له شو ما لازم يعمل، جربي فسري له بالتحديد شو لازم يعمل، وبس يعمل المطلوب اعطيه انتباهك وشيده باي مجهود ايجابي بيعمله. اكيد بتصور فينا نعمل هيدا الشيء، بس لازم اتركه لحتى هو يخلص شغله لحاله. بالواقع هو بحاجه لمراقبه وتشجيع بعد اكثر، رح يكون عنده صعوبه يكمل الفروض الطويله، فقسمي له اياهم لاجزاء ممكن تخلص ب 10 او 15 دقيقه، وبس يخلص الجزء اعطيه مكافاه مثل استراحه صغيره او مديح. وبيكون منيح كمان اذا بتخليه يكمل يعمل الاشياء اللي بحبها مثل الرسم والفوتبول. رح اعمل هيك، هو بينبسط بهذا الشيء. عزيز، ¿qué otras formas de asesoramiento puede ser dado a los cuidadores?
Elogie o premie al niño después de observar que ha mostrado buena conducta. Continúe fomentando actividades positivas y construir sobre las fortalezas del niño. Sea consistente sobre las reglas y rutinas de que el niño está autorizado o no autorizado a hacer. Focalice en pocas conductas que piense que los padres y el niño puedan mejorar. Dé instrucciones claras, sencillas y cortas y preséntelas en términos positivos. Minimice las distracciones para el niño. El asesoramiento a las familias se puede dar en varias sesiones y repetidamente. بحاجة لوقت وجهد كتير للاهتمام بولد عنده قصور الانتباه وفرط الحركة. مهم أنه أنت تكوني كمان عم تهتمي بحالك. عندك شي مشاكل جسدية؟ لا أنا منيحة. بتحس حالك مكتئبة أو تعبانة لدرجة أنه ما عم فيك تعملي شي؟ لا أنا بخير. هلأ مرات بحس حالي مش عم لحق، بس بضل في زوجي وأختي كمان بيساعدوني أني أهتم بعزيز. تمام، أنا مبسوطة إنه في ناس ممكن تتكل عليهم في حال تست مساعدة. بس الاسم شو فيها؟ شكراً، كتير حلوة، بس ما كتبت لي اسمك عليها. قرب الوقت إنه نمشي؟ يلا شوي صغيرة ونروح. عندك شي سؤال بعد؟ لا، ما أخبر جوزي كل شي حكينا اليوم، ويمكن هو يكون عنده كم سؤال. صحيح، هو كمان منرحب فيه شارك بهالزيارات. أنا رح أكتب كل شي حكينا عنه اليوم لتقدري تراجعيه وكمان تفرجيه للمدرسة. بحب أسمع من الأساتذة تعرف شو عم بيصير بالمدرسة، فإذا ممكن تطلب منهم يكتبولك أي مشاكل عم بتصير بالتحديد بالصف وتجيب المعلومات معك بالموعد الجاي، ممكن أعطيهم نصايح لألون كمان. بشكرك كتير. أهلا وسهلا فيك. لكن بملخص يبدو أنه عزيز عنده وضع صحي عم بيسبب له مشاكل تركيز ونشاط مفرط. تذكري منه ولد عاطل وما عم يتصرف بهالشكل قصد، وفي كتير وسائل لنساعده، بس هو بحاجة للكل يضلوا ملتزمين ومتماسكين بالبيت وبالمدرسة، وفي أخصائيين ممكن يساعدونا في حال احتاجنا لدعم إضافي. بس قبل هيك خلينا نحدد موعد لشهر الجاي ومنشوف كيف بتكون طورت الأمور من هلأ لوقتها. أكيد. باي عزيز، شوفك الشهر الجاي. يلا.